رؤيتك للاعبين اللي انت عايش معاهم في وسط الجهاز الفني، كم لاعب من الجيل اللي احنا شفناه في كأس الأمم الأفريقية للشباب دي حاسس انه هيبقى ليه مستقبل ان شاء الله مع منتخب مصر الأول؟ يعني الجيل ده اتقفل عليه خلاص عند هذه اللحظة، ولا شايف ان في بعض اللاعبين هيبقوا موجودين في المستقبل مع المنتخب الأول؟ لا لا، في انا شايف في عناصر كتير جدا من اللعيبه بتاعتنا دي تلعب في المنتخب الاول ويبقى ليها شأن كمان، مش يلعب بس يبقى ليه شأن كمان. يعني انا شايف مصطفى مخلوف ليه شأن كبير، احمد نادر السيد ليه شأن كبير، عمر فايد، احمد شريف، يوسف حسن، في يعني احمد نادر حواش، محمد حمدي، كل دول لعيبه كويسه جدا، واعتقد ان هم لو لعبوا لو اشتغلوا على نفسهم اكتر ويركزوا اكتر ويشتغلوا بلغه الاحتراف هيكون لهم شأن.